وبقت حكاية. برافو برافو منصور، برافو. الجهاز اثبت صدقك، برافو. خبير الذرة هيتكلم معاك شوية، ارجو انك تساعده. اوي عايزك ترسم لي شكل الجهاز اللي شفته بالصندوق. ارسم؟ ارسم ايه؟ ده انا ما اعرفش ارسم خالص، ده انا ميح، ده انا يا دوب الاربع درجات بتوع الرسم كنت باخدهم بالعافية. حاول كده قد ما تقدر. شيل مخشير مين؟ شوف يا سيدي، يعني هو يعني حاجة زي كده. اني لو يا اخويا زي مخشير. حاول ترسم احسن من كده. وحياتك عندك خواجه، انا لو اعرف كنت عملت على طول. هو جهاز ايه ده؟ ها؟ لو جبت لك صوره تقدر تتعرف على الجهاز؟ اهو كده بقى، تريح نفسك وتريحني. او رسم حاجه قريبه شويه. بص يا فيك ماشي هوك اهو. امال فين بقى الونش اللي وقع منه الصندوق؟ تزعلش كده يا خواجه، اصل انا دايما كده احب اهزر يعني. اصل في الحقيقة بقى الصور دي مش مبينة حاجة. مهيد يا عتخام، ينيخ لكور؟ يا بشار أتم وشجاع دافيد. منصور لو سمحت تستنى بره في الاستراحة شوية. لا بقى، دي شغلانة مش جايبة همها. ما هو كده مش معقول يا اخوانا، أنا مش قاعد مقطوع. استنى بره شوية. استنى بره شوية. مش مقطوع انا. مازين ان لزمان. هتصل بالوزير اشرح له الموضوع واقول له على القرار اللي وصلنا له. ايه في ايه؟ هنأجل الموضوع شويه يا منصور. هوبا، انا قلت كده برضه. هتضحكوا عليا وتاخدوا المعلومه وتسكوا على الفلوس. ما احنا لازم نتاكد تاني. هتروح معانا المفاعل في ديمونة عشان نحدد الجهاز اللي شفته. مش وقت العليزة، انا جاي من الاجتماع تعبان. بس ده جواب من سحر لمحي. ما كده؟ بعد كده بالتعامل معايا. طب ليه؟ البنت دي هتجنني. كنت خايفة عليك. تضيعي نفسك مع بوجودة علشاني. كان لازم تقولي له اول ما توصلي. هددوني بيك. لازم نصلح ده. ما تخافش، انا عامله حسابي هروح اقول له على الحقيقه، وعندي الدليل اللي هيخليه يصدقني. هتعملي ايه؟ هروح له دلوقتي. لا دلوقتي انت معايا. تعبت قوي في العمليه يا منصور. فاطمة قالت لك؟ بس أنا خايف عليكي من أبو جودة. أنت لازم تروحي له بسرعة. أنت شايف كده؟ أيوه. روحي دلوقتي وبعدين نتقابل. باي باي.
طيب قابليني بعد ساعة في المكان اكس. ده اللي حصل. انا عارف من الاول. عارف ايه؟ وحي بقى قال لي. وده اخر جواب منك لمحي. هو اللي بعتهولي. محي صاحبي ما يخبيش عني حاجة ابدا. يعني محي اجدع منك. مخلص ليا عنك. انت خبيتي عليا. هو لا. انت خاينة. لا. خبيتي عليا. قلتلك. بعد ايه؟ بعد ما رجع منصور. يعني لو ما رجعش كنت هتفضلي تتعاملي مع عدوي؟ ما اديتلوش حاجة. واللي عندك يثبت اخلاصي ليك. وادي كمان دليل. صورة من كل جواب بعته. كنت بساعد اليوم ميكي اقولك على الحقيقة. كان من الأول. ومنصور يموت؟ أقتله بإيدي؟ أنا معترفة إني غلطت. إنما ما خنتش. أنا هكون إنسان معاك. مش هقتلك. بس مش هقدر أنسى الحكاية دي. حاول تنسيها لي. إزاي؟ تنفذي اللي هطلبه منك دلوقتي. إيه؟ تلغي من مخك حاجة اسمها منصور. لا حب ولا جواز. لا. أنا غلطت علشان ما يضيعش مني. مش هنفذ اللي طلبته ده. صعب. اقتلني. إنما بعد لا. أنا عارفة إنك تقدر تخليه يبعد. بس ساعتها هقتلهولك. برافو عليك يا صاحبي. أنا كده اطمنت. لو كنت وافقتي كنت شكيت فيكي. اللي تعمل العملة دي عشان تنقذ حبيبها مش ممكن توافق على بعدها عنه. أنا هنزل دلوقتي وبعد ربع ساعة تنزلي. عملتي ده كله مع بجودة عشاني؟ وما تستاهلش. ليه بقى؟ عشان لو كنت بتحبيني زي ما بحبك كنت خدتني في حضنك وطبطبت عليا. اهو كده انا هنام. تنامي ايه يا بنت؟ بس ما تقولش بنت. الله، امال انت ايه؟ مش عارف. انا عارف بقى. انت واد. واد جدع كمان. واجدع منك كمان. كده؟ طب تعالي جوه بقى تشوف مين اجدع. منصور. منصور يا مجنون. منصور.